تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة اختصت في إعداد وصناعة القوارب لتدبير وتنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر. هذه العملية النوعية المباشرة من طرف مصالحنا أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة، مع حجز 15 قارب يتراوح طولها ما بين 4 و 5 أمتار، 16 محرك ذات قوة الدفع ما بين 85 و 150 حصان، بوصلة، جهاز جي بي اس، 9 براميل وقود معبأة، بدلتين للغطس، و3 عجلات نجدة. ألعاب نارية تستعمل في الاعتداءات على الأشخاص، وكذا سيارة نفعية تستعمل في جر القوارب ونقل الأغراض المذكورة.